صباحك مع فانلا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني في عيش صباحك، يوسف التهامي وفانا امام، ولسه مكملين معاكم. وزي ما قلنا لكم بقى ان احنا الساعه الثانيه هينورنا ويشرفنا فنان مصري مستنيينه بقالنا كتير، كسر الدنيا في موسم رمضان السنه دي، وبالذات بقى يعني في مسلسل تحت الوصايه، من اكتر المسلسلات اللي شدتنا كلنا مع الفنانه الكبيره منى زكي طبعا، وابطال كتير معانا دلوقتي الفنان علي صبحي. صباح الفل عليك يا علي، اول مره نجوم اف ام منورنا. صباح الفل عليكو، يعني مبسوط جدا ان انا معاكم. يعني والله احنا مبسوطين اكتر بكتير. هستأذنك بس لو تقرب المايك. أيوة. لا قرب المايك نفسه. كده عشان الناس كتير جدا بقى مستنياك من ساعه ما احنا عملنا تنويه ان انت هتكون ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهارده، لان المسلسل كسر الدنيا. وخلينا نبدا معاك من قبل رمضان بشويه لو تسمح لي، اقول لك ان مسلسل تحت الوصايه من قبل ما يتعرض له اي حاجه يدوبك بوستر نزل في الشارع وابتدى فيه هجوم غير مبرر، تمام؟ وبعد كده لما نزل كسر الدنيا، كسرها بمعنى كسرها يعني حرفيا ما شاء الله يعني. حقيقي. هل ده حط عليكم ضغط وانتوا بتصوروا، لان انتوا في بعض المشاهد كانت خلاص وكنتوا دخلتوا رمضان وشفتوا اللي حصل على السوشيال ميديا، ده حط عليكم ضغط ولا كان حافز بالنسبه لكم ان انتوا تعملوا حاجه احلى واحلى عشان خاطر تسكتوا بقى الناس اللي هي بتهاجم حتى من غير ما تشوف العمل؟ لا الصراحه انا شخصيا يعني شفت ده دي حاجه ايجابيه جدا، انه عامة أنا اتعودت أنا أو يعني في حياتي بتعلم بالممارسة، فدي كانت حاجة مهمة جدا تحصل. الناس هجمت حاجة من غير ما تشوفها، فأنا كنت متأكد 100% عندي ثقة كده كاملة جدا أنه الناس هتحب المسلسل وأن المسلسل حلو ومفوش أي حاجة من الهجوم ده. أنا عن نفسي يعني كان أكيد كان في ناس متوترة، بس أنا عن نفسي كنت في غاية السعادة أن حاجة زي دي حصلت، علشان دي لحظة مناسبة جدا 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 الناس تراجع نفسها في قصة الحكم. انك شوف الحاجة للآخر بعدين قول رأيك قبل ما يعني ما تعرف كل حاجة. فكان بالنسبة لي جدا انه حاجة واو قشطة، ده هي دي اللحظة اللي يمكن مجموعة من الناس كده عندهم احكام مسبقة على الحاجات يتعلموا حاجة. فانا كنت تشيل جدا ومبسوط وتمام، يعني يا ريت تزيدوا اكتر علشان لما تشوف بقى تعرف فكرك ان حاجه زي كده. طب حاجة شجعتك اصلا غير ان هي شجعتك كمان جت في صالح المسلسل، يعني خدمت على المسلسل. صحيح جدا. لانه الناس بقى حتى الناس اللي هم كانوا عندهم بقى الاحكام دي ده هيطلع يعمل كذا وهتقلع وهتعمل وهيسوي، كله اتفرج في الاخر. ولما اتفرج انا عن نفسي يعني على السوشيال ميديا عندي شفت ردود افعال مختلفه جدا، انه ناس نفس البوست يعني بيشيروا البوست اللي هم كانوا مشايرينه مع اعتذار. فده بالنسبة لي هو ده المطلوب اصلا، انه تمام انا برضو ما بحكمش على الناس ان هم بيفكروا بطريقة عاملة كده، انا في الاخر بشوف انه خلاص في ناس بتراجع نفسها، فده تمام كلنا بنغلط وكلنا بني ادمين، وتمام وارد انك تقول حاجه مش مظبوطه وتراجع نفسك، ده الصح. هو احلى حاجه في الموضوع ده زي ما انت قلت ان نفس الناس اللي نزلت البوست قبل ما المسلسل يتعرض هم نزلوه وبيعتذروا، يعني ده ما بيحصلش كتير انه لما الناس تقعد تتكلم على حاجه وتنجح بعد كده خلاص كده كده الحاجه نجحت فالناس هتتكلم على نجاحها، لا الناس كانت بتتاسف من كتر ما المسلسل اثر فيهم وبجد ابهرهم. صحيح. يعني عايزين نتكلم بقى على شخصية عيد في تحت الوصاية، والناس يعني تفاصيل رهيبة في الشخصية، شخصية مش سهلة ان هي تتعامل بطريقة كلام معينة باسلوب معين، يعني احكي لنا اكتر كده لما الدور اتعرض عليك، يعني احساسك كان ايه اول ما الدور اتعرض عليك وازاي ترشحت اصلا للدور؟ طبعا يعني الدور او اللحظة يعني اللي عرفت فيها انه انا ابقى جزء من العمل ده كانت بالنسبة لي لحظة يعني من اكتر اللحظات سعادة في حياتي وكده، انه انا من اكبر معجبين باستاذ شاكر خضير والاساتذة شيرين دياب وخالد دياب، وطبعا استاذة منى زكي، يعني حاجة انه بس حلم كده ان الواحد بس ايوه يسلم عليها او يعبر لها عن حبه ليها، فكان بالنسبة لي انا اكيد في حلم وما طلعش حلم الصراحه، يعني طلع حقيقه. فكان بالنسبه لي اول لحظه انا مركز جدا اني
اكون قد المسؤوليه اللي الاستاذ حطها عليا اني اكون جزء من عمل هو بيعمله. كنت مركز جدا اني يعني اطلع بشكل مختلف عن الادوار اللي عملتها قبل كده. فالحمد لله يعني بتوفيق كبير جدا من ربنا وباخلاص شديد من الكتاب والاستاذ شاكر، هما انا ما عملتش حاجه، انا بس سمعت الكلام. يعني انا كل اللي فاكره ان انا سمعت توجيهات استاذ محمد شاكر كويس جدا، اشتغلت على الشخصيه مع نفسي مع زمايلي، طبعا استاذ رشدي شامي، استاذ خالد كمال، احمد عبد الحميد، كلنا مع بعض كنا يعني كان في نوع كده من انه احنا اصحاب واحنا بنساعد بعض واحنا مركزين مع بعض. فكل الشغل يعني بالنسبه لي انا ما عملتش حاجه صراحه، يعني انا بس سمعت الكلام، يعني وثقت بدرجه كبيره جدا 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 في زمايلي وبس، وانبسطت بالشغلانه فطلعت عامله كده انه الموضوع بسيط وطبيعي ومفيش اي تمثيل. يعني احنا ده حقيقي، احنا كنا الشخصيات. ده حقيقي. طيب انت، احنا عارفين طبعا ان كل شغلانه وليها اسرارها، وانت لما بيجي تعرض عليك اي دور بيبقى بيمتهن شغلانه معينه، ممكن ساعتها انت تنزل الشارع تشوف الراجل ده بيتعامل ازاي، طريقه كلامه، الكلام ده كله. ولكن شخصيه الناس العايشه في البحر عامه مش شخصيه بنقابلها كل يوم في حياتنا الطبيعيه، ازاي حضرت الشخصيه دي؟ وهل عيد بحريه طلع بقى منك انت ولا من شخصيه انت عشرتها في الحقيقه؟ هو صراحة هو ميكس كده، يعني في البداية احنا روحنا اتقابلنا مع البحارة الحقيقيين اللي بيشتغلوا على المركب الحقيقية، وهو السمة الرئيسية في العمل يعني صراحة، يعني هي الحقيقة الصدق. وفي الاخر احنا ما بنحكمش على اي حد وما بنقولش على اي حد اي حاجة، احنا بنقدم للناس الواقع. فالواقع كان عامل كده، احنا روحنا قابلنا الناس دي، قعدنا معاهم، طلعنا معاهم رحلة صيد سرحة. طلعنا سرحة وشفناهم بيشتغلوا ازاي، حركتهم عاملة ازاي، طريقة تعاملهم مع بعض عاملة ازاي، اتكلمنا مع بعض، شفنا فيديوهات كتير عن صيادين، كل حد يعني يشتغل بطريقته، بس في الاخر كان في كده ايه يعني طريقة احنا سوا بيها عشان نبقى كلنا في حاجة مية واحدة يعني زي ما بيقول. فهي القصة ان احنا شفنا الناس دي، اتكلمنا معاهم كل واحد بطريقته، كل واحد كان عنده اسئلة اللي عايز يسألها. ده طبعا حصل بالتنسيق مع الانتاج والاخراج، ويعني هم الصراحة يعني طبعا. يعني هم كانوا 50% ما بيننا وما بينهم، يعني هم كل حاجة انت عايزها، انت بتقول انا عايز اعمل كذا عشان شغلانتي، فبيوفرها لك بكل حب وكل اخلاص، مفيش حاجة يعني الصراحة. يعني دي اكتر حاجة لغاية النهاردة انا overwhelmed، انه كان في كمية اخلاص شديد من اصغر حد في الشغلانة لاكبر حد، كل الناس بتوفر لك كل حاجة كويسة علشان تعمل شغلانتك مظبوط. وده اللي حصل في المسلسل، انه الحاجات كلها طالعه جميله لان الناس كلها تعبانه فيها ومخلصه وحقيقيه ما حدش بيكذب، ما حدش بيدعي ان هو لا، احنا فعلا شفنا الناس دي، اتكلمنا معاهم وعشنا معاهم فترات، رحنا وجينا يعني، واغلبهم صحابنا، فيعني في الاخر بقى في كده يلا يا جماعه نعمل كده كل يوم، يعني فاهم اللي هو ايه، طب ما الحاجات سهله اهي وجميله وبتحصل وبتطلع حلوه والناس كمان بتحبها وعايزه من ده، طب يلا بينا. بالظبط. طيب من ساعه ما قلنا ان انت هتكون معانا، ناس كتير قوي بعت لنا مسج وعايزه تسال السؤال ده، ضحكه عيد، الضحكه بتاعه عيد اللي يعني ناس كتير قوي كانت بتحاول تقلدها وعملت يعني كانت تقريبا ترندنج على السوشيال ميديا، دي ضحكتك الحقيقيه ولا دي ضحكه انت عاملها لعيد في مسلسل تحت الوصايا؟ يعني والله ضحكتي ايه، هي ضحكه ناس كتير في الاخر، هو اوقات كده بتلاقي نفسك بتضحك ضحكه هبله. لا مميزه، هي ضحكه مميزه. وهي يعني هي طلعت صدفه الصراحه، طلعت يعني صدفة. بنعمل بروفا وبجد حته جزء كده انا نسيت الكلام فضحكت، فكنا بنعمل بروفا انا واحمد عبد الحميد فعجبته جدا وقعد يضحك، واحمد يعني شخص جميل يعني طبعا، فاقترح عليا ان انا
يعني قال لي هو اللي شجعني ان انا اقترحها على استاذ شاكر. هو اللي قال لك دي تبقى ضحكة تاني؟ قال لي اقترحها. فانا طبعا يعني كنت متوتر شوية طبعا، فلما اقترحتها على استاذ محمد عجبته جدا وقال لي هنوظفها كويس، لكن اللازمة دي هتبقى معانا. فانا بقى في ده بقى طبعا يعني اي ممثل بقى ما بيصدق المخرج يعجبه حاجة فبيقعد بقى كل مشهد يعملها دول الكلام. لما خلاص يا علي ما كانتش ضحكه، خلاص يا حبيبي. خلاص يا حبيبي بالظبط كده. الحمد لله يعني هو وظفها كويس جدا جدا وفي اماكن مناسبه جدا. انا كنت طول الوقت بقى ايه يعني خلاص بقى مش عايز اعمل غيرها خلاص اقعد اضحك كل شويه. فالحمد لله يعني انه كان في حد قفشني يعني مسيطر على الموضوع. حلو جدا. طيب احنا لسه هيفضل منورنا ومشرفنا الفنان الجميل علي الصبح. اللي حابب يبعت لنا اي سؤال يبعت له على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم تاني. فن امام ويوسف التهامي وضيفنا موجود معانا هنا علي صبحي على نجوم اف ام ونجوم تي في. لسه منورنا ومشرفنا الفنان علي صبحي او عيد في تحت الوصايه، ولسه بنتكلم عن تجربته في شخصيه عيد والمسلسل وكل حاجه. عايزين نسالك برضو سؤال، لما المسلسل اتعرض عليك وكلنا متعودين ان دايما المسلسلات تبقى 30 حلقه، لما لقيته 15 حلقه حسيت ان انت متشجع اكتر ولا قلقت ان انت مثلا ما تقدرش قدراتك تبان اكتر في المسلسل؟ لا بالعكس، انا ده ذوقي اصلا يعني، انا ذوقي هذا ذوقي. ايوه يعني ال 15 10 حلقات ده بالنسبه لي هو ده يعني خلاص، ما بقاش عندي طاقه ان انا اشوف 31 حلقه يعني. 30 حلقه كتير صح. فبالنسبه لي 15 ده فورمات مظبوط جدا لمسلسل على القد، وينفع فيه يبقى فيه اجزاء يعني في اخر سيزون 2 و3، بس 15 فورمات مظبوط جدا. فبالعكس كنت مبسوط جدا انه وفي الاخر هو حجم المجهود اللي هيتبذل 15 زي 31، في الاخر هتعمل مجهود على الشخصية دي هتشتغل عليها ازاي وكذا، هو نفس المجهود. بس بالنسبة لي مريح قصة 15 دي كمتفرج يعني. بالظبط بالظبط، ويبقى برضو اللي هو الموضوع مكثف ما يبقاش ممطوط زيادة عن اللزوم. بالظبط، مفيش مجال بقى اصلا للمط يعني، انت كل حلقة هتبقى بتقول حاجة مهمة دسمة، هتبقى الحلقة حاجة مهمة مش محتاجة اقعد اجيب بقى تفاصيل كتير ملهاش لازم، ممكن ما تبقاش ليها فايدة غير ان بس بتطول المدة. فبالنسبة لي لا، كل تبقى حلقة مكثفة فيها كل المعلومات، فيها كل الحاجة اللي عايز اقولها، 15 زي الفل. طيب خليني اسألك يا علي والنبي، فتحت الوصاية هل بالنسبة لك هو ده انت بتمثل بقالك فترة كبيرة طبعا وما شاء الله شاركت في افلام قصيرة وافلام عادية وكلها، بس افلام مهرجانات اكتر وما شاء الله حصلت على جوائز كتير جدا، والافلام كمان حققت نجاحات في المهرجانات اللي شاركت فيها، شايف ان تحت الوصاية بالنسبة لك هي البداية الحقيقية لعلي صبحي؟ تحت الوصاية نقلة كبيرة جدا في حياتي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني يعني، ما فيش شك من الكلام ده. ولكن أنا شوية ضد أو مش مع فكرة تصنيف الأفلام الفيلم مهرجانات أو فيلم جماهيري أو كذا. الفيلم في الآخر أو الفن عامة بتعمل عشان الجمهور، ففي الآخر هو كل الأفلام بالنسبة لي أفلام جماهيرية، ولكن الكواليتي هو اللي بيفرق بالنسبة لي، كواليتي العمل نفسه عامل ازاي، المجهود اللي اتحط في الفيلم ده اللي بيفرق، ده اللي بيدي للفيلم كريدت او بيدي للعمل كريدت، فبيخلي ناس تقول ده احسن ممثل او دي احسن ممثلة او ده احسن مخرج. ولكن في الاخر خالص كلها فيلم معمول علشان حضرتك تنبسط وتقعد تقضي وقت ظريف وكذا. فانا مثلا بالنسبه لي انا مشكلتي انه انا يعني بنقي، ودي حاجه يمكن في وقت معين ما بتبقاش اظبط حاجه، بس ده قراري وده اختياري وده اللي انا مبسوط فيه ومستريح فيه، انه انا ينفع اعمل حاجات كتير في الاخر محدش يعني عادي بتعدي، بس انا كشخص احب اي حاجه اشتغلها تبقى حاجه ليها قيمه، حاجه بتفيد مجتمعي، حاجه بتفيدني. فعلشان كده انا بس يعني بشتغل بس الحاجات اللي انا مؤمن جدا ان الحاجه دي هتفيد حد،
ولو كان واحد بس من العالم كله هيستفاد من الشغلانة دي انا ان فيها. لو هتضر حد انا عمري ما هشتغل فيها. فعلشان كده انا يمكن يعني بيتقال ممثل افلام مهرجانات وبتاع، بس تمام انا امكول وذس يعني انا مبسوط. ومش بقول مش بعيب في اي حاجة تانية، بقول ان ده مش ذوقي، بس ده مش الحاجة اللي انا احب اكون موجود فيها. انا احب اكون موجود في حاجات تأثر، حاجات على المستوى الشخصي تفيدني وتطورني وتعلمني حاجة يعني اعتقد واضح يعني. بس هنا سؤالي عشان برضو ما تفهمنيش غلط في الحتة دي، طبعا افلام المهرجانات يعني انا اسف ان انا بصنفهم وانت بتتضايق من التصنيف ده، بس في الاخر ما بتتشافش زي الاعمال التجارية اكتر اللي بتنزل في رمضان في الموسم اللي الناس كلها بتبقى قاعدة، العيلة كلها متجمعة حوالين التلفزيون. فشايف ان دي بداية بقى لعلي صبحي ان هو يبتدي يفكر بشكل مختلف عن طبعا لسه هتفضل تنقي الادوار بتاعتك بعناية وكل الكلام ده، بس فكرة اللي هتركز اكتر الناحية دي ناحية بقى السينما والدراما التجارية عن الافلام اللي بيبقى ليها هدف معين عشان تاخد جايزة في مهرجان معين. لا ما هو اقولك على حاجة يعني، ما هو مثلا علي معزة مثلا ما كانش معمول علشان ياخد جايزة، او معمول علشان الجمهور برضو. فقصدي انه هي بس الفرق انه الفيلم ده فيه كواليتي معين. كواليتي ما اقصدش على الصورة، طبعا الصورة مهم، بس قصدي كواليتي في الكتابة، كواليتي في الاخراج، كواليتي في كل المكونات اللي معاك انت بتعملها باخلاص وبحب. فده اللي بيفرق معايا. طبعا احب اشتغل في مليون فيلم، بس قصدي انه هل المليون دول هيفيدوني؟ هيفيدوا السكة اللي انا ماشي فيها؟ هيفيدوا رحلتي؟ لو هيفيدوا ام ان جدا يلا بينا يا معلم دلوقتي نشتغل ونكسر الدنيا. بس قصدي ده انا بفكر كده انه انت هتفيدني في ايه، او انا هستفاد ايه من الفيلم ده. يبقى انت فكرك مش تجاري على قد ما هو انا تجاري. حابب او عايزه ابقى حابب الحاجه اللي بعملها وعارف بالزبط. انها هتفيد ناس كتير، وعارف ان عندها يعني كده يعني في فكرة قدر ما من احترام صاحب العمل اصلا واحترام الجمهور. في الاخر انا مش هطلع اتريق على حد، مش هطلع اقول معلومه مش حقيقيه، مش هطلع اكذب، مش يعني فاهمه قصدي ايه، مش هطلع ازوق حاجة وحشة مش حقيقية، مش هتقول حاجة، مش هكدب ان دي شخصيتي عاملة كده. يعني اتعلمت في المسرح الصدق، فخلاص انا هفضل كده على الطريق ده، على التراك ده، انا مبسوط ومستريح والناس مبسوطة ان انا بعمل الشغلانة دي. عايزين نرجع لتحت الوصاية بقى، وطبعا مشاركتك مع فنانين كتير وحكيت لنا عن قد ايه روح التعاون اللي كانت بينكو، كنتوا بتتمرنوا مع بعض وكل واحد بيعلي التاني. بس عايزة اتكلم بقى بالذات عن العبقري رشدي الشامي طبعاً. وفي حب عم ربيع، يعني احكي لنا ده سيدنا سيدنا رشدي الشامي. جميل. يعني التعامل معاه كان عامل ازاي؟ يعني احكي لنا كده ايه اللي بيحصل. التعامل معاه حاجه يعني غايه في اللطف والحب والكرم. يعني دي اكتر ثلاث صفات انا اقدر اوصف بيهم استاذ رشدي. هو راجل شديد اللطف مع كل الناس، وراجل كريم جدا جدا في كل حاجه، وراجل ودود. يعني هو في الاخر انت تبقي قاعده معاه انت مكسوفه من كتر ما هو راجل معطاء جدا. اي معلومه بيقولها لك بيقول لك الحاجات بتحصل ازاي، انت بتعمل كده ازاي، طب انت عملت ده ازاي، فيقول لك انا عملت ده كده 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 كده، حتى لو سر في الاخر. هو ما بيدخلش بحاجه، لا خالص. في الاخر هو فاهم دوره كويس جدا، ان هو الحاجات اللي هو اتعلمها دي مش بتاعته اصلا، الحاجات دي ربنا حطها في طريقه علشان في حد تاني هيجي له يتعلمها منه. فده بالنسبه لي كان يعني ان انا اتعرف على الاستاذ رشدي، كان بالنسبه لي برضو من ضمن الحاجات اللي تحت الوصاية عملها، هي انه عرف ناس بني ادمين عادي خالص بقى يعني على بعض. اعتقد يعني انه زي ما كده ربنا بيبعت للبشر كده أنبياء ورسل علشان يوعوهم ويعرفوهم وينوروا لهم طريقهم، فهو ربنا كده حط لنا أستاذ رشدي الشامي في الحتة دي في الوقت ده علشان ينور لنا طريقنا ويعرفنا حاجات ويعلمنا حاجات ويعلم الناس كلها حاجات مهمة جدا. فأنا يعني بشكره جدا على الوقت اللي فضاه من
دهولنا من وقته ومن مجهوده علشان يبسطنا في الاخر، خلينا نبقى مستريحين وبنعمل شغلنا واحنا مبسوطين، واي حد متضايق يطبطب عليه وبتاع. فهو يعني بنشكره طبعا وبنبعت له تحياتنا. أيوه. من نجوم اف ام، وهو زي ما يعني ساعدكم وبسطكم عيطنا كلنا يعني. يعني كلنا كنا بنعيط في اللقطه بتاعه طبعا موته، فبجد يعني الله يسعده ويرضيه. اه والله بجد. طيب خلينا نقول لحضراتكم تاني ان لسه بقى علي صبحي منورنا ومشرفنا وهيفضل مكمل معانا ان شاء الله ولحد الساعه 10. فاللي حابب يساله اي سؤال سواء متعلق بمسلسل تحت الوصايه او اي حاجه متعلقه بعلي يبعت لنا على 015-595. مع فان امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فنان علي صبح لسه منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعايزين بقى نرجع لورا شويه علي كده ونتكلم على فرقه قوطة حمراء. احكي لنا اكتر يعني ايه ممثل شارع. اوكي احكي لك عن قوطة حمراء. يلا بينا. وفي الطريق وخدنا بعد كده. اه يعني قوطة حمراء فريق مسرح شارع متخصص في الكلاون والمسرح الاجتماعي. تأسسنا تقريبا سنة 2010، كانت الإرهاصات الأولى لقوطة حمراء. ومع الوقت تكونت يعني الفرقة. الفرقة عبارة عن مجموعة فنانين بيحبوا مسرح الشارع وخلفيتهم كلها مسرح شارع. أنا بشتغل مسرح شارع من 2001، من أول ما تعرفت على مسرح الشارع في فرقة حالة فنون مسرحية. يعني ما عرفتش اخش جوه مسرح تاني خلاص يعني. فهمت انه بقى زي ما استاذ يوسف بيك وهبي قال ما الدنيا الا مسرح كبير. دي حاجه حقيقيه جدا جدا. احنا الشارع في كل حاجه، النور والموسيقى وكل حاجه والرقص والحب وكل حاجه، الدنيا جميله في الشارع. فمن 2001 ل 2009 تقريبا كنت بعمل عروض مسرح في شارع، في شوارع كتير. في اتمرنا طبعا مده طويله على نوع بقى جديد من التمثيل، هو تمثيل في الشارع. ازاي تمثل في الشارع، ازاي هتمثل من غير اضاءه ومن غير ستيج اصلا، وانت كده بينك وبين الجمهور مسافه 1 متر، يعني ينفع يلمسك وينفع تلمسه يعني، في كده ايه حميمية اكتر. فده تمرين كبير جدا، عدنا شهور طويلة بنتمرن على بس ازاي نتعامل مع الناس تعامل مباشر، وفي نفس الوقت نديلهم مساحتهم، وفي نفس الوقت ما نخليهم ما نسمح لهمش ان هم يقتحموا مساحتنا. ومع الوقت بتتعلم، ومع الوقت بتقابل مواقف وبتاع فبتجرب في مرة واثنين وثلاثة. في 2010 تعرفت على الكلاون الاول مره في حياتي اعرف يعني ايه كلاون، واول مره اصلا ايه ده، هو في حاجه اسمها كلاون ده بيعمل ايه. فلقيت نفسي فيه يعني، لقيت كلاون اللي هو المهرج ايوه. فلقيت نفسي انا طول الوقت يعني ما زي يعني هايبر يعني. فحبيت الشغلانه وحسيت ان انا عندي حاجه اقدر اقولها من خلال الكلاون. اتعلمت كويس يعني بالطريقة الصعبة، اللي هو يعني انا بعلم نفسي بنفسي وبتفرج على حاجات كتير وبروح اشارك في ورش كتير، ولغاية ما بقيت فعلا يعني اتأكد ان هي دي الشغلانة اللي انا عايز اكملها طول عمري. ان انا اكون كلاون، ان انا اكون بسعد ناس ما عندهمش الاكسس ان هم يروحوا يتفرجوا على حاجه زي كده. احنا كل شغلنا مع المناطق الفقيره، المناطق اللي ما عندهاش سينمات مسارح بالظبط، ما عندوش الفرصه ان يروح اخره هيتفرج على التلفزيون يعني، بس ان هو يشوف حاجه لايف اصلا يعني. الانسان انا مؤمن انه الانسان لازم يشوف فن لايف يعني، لازم اشوف فنان وهو بيرسم، لازم اشوف مسرح، لازم اشوف اغاني لايف. فقصدي انه دي حاله جميله الانسان لازم يعيشها. في ناس كتير جدا 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 في مجتمعاتنا، مش بس في مصر، في كل المنطقه العربيه، انا مؤمن ان هم عندهم الحق ان هم يشوفوا حاجه زي كده. فانا بخصص من وقتي وقت
علشان اروح اعمل حاجه زي كده، ودي ما بعملهاش ببلاش، في الاخر انا بكسب منهم، بتعلم، بشوف ناس جديده، بعرف ثقافات جديده، بعرف حاجات جديده انا عمري ما كنت اعرفها لو ما كنتش رحت الرحله دي. فانا بالنسبه لي برضو زي ما تحت الوصايه هو كانت نقله فنيه، قوطه حمراء كانت بالنسبه لي نقله انسانيه كبيره جدا على المستوى الشخصي، ان انا اتعلمت انه انا ليا قيمه وليا ان انا بعمل حاجه مهمه مفيده. فده اثر على كل بقى حاجه في حياتي، يعني خلاص انا بقيت شخص مركز في الحتة دي، انه دي الحاجة اللي فعلا بتفيد. ويعني قوطة حمراء مثلا بالنسبة لي انا كنت بشوف ازاي، يعني طول الوقت بتشوفي ازاي الناس، احنا بنحكم على الناس يا جماعة، احنا بنقول الناس ذوقهم مش عارف ايه، ان احنا الناس ما بي لا، انت بتروح لقرية في قلب الصعيد عمرهم ما شافوا اصلا ولا عمرهم يعرفوا يعني ايه كلاون، وفي الاخر بتلاقيه بيتفرج عليك ومحترم حدود المسرح بشكل كبير جدا جدا جدا، وما بيقتحمش عليك المسرح، ما بيعملش الحاجات اللي احنا الناس مثلا الممثلين ممكن يخاف منها. فبالنسبه لي انه ايوه طيب تمام، طب وايه اللي ناقص؟ ناقص ان هم يوصل لهم الحاجات دي، طب يلا احنا نروح يعني نروح لهم. فبالنسبه لي بصراحه قوطه حمراء هي يعني كده هي الحاجة أكتر حاجة قريبة لقلبك حساها وانت بتتكلم جداً. عليه اللي هو يعني الطفل الصغير اللي انت بتشوفه بيكبر. طب بعد تحت الوصاية تكمل في قوطة حمراء تاني؟ طبعا هو يعني هي قوطة حمراء مش دلوقتي مش موجودة كقوطة حمراء، ولكن الفكرة موجودة، احنا فكرة مسرح الشارع، قصدي فكرة الكلاون، الكلاون عامة، الكلاون الاجتماعي كمان اللي بيعمل شغل اجتماعي. فأقصد انه الفرقة نفسها اللي كانت موجودة من 2010 طبعا عدى عليها ناس كتير وتغيرت وكذا، مش هم نفس الأشخاص موجودين، بس احنا دلوقتي مجموعة على قدنا يعني كده في الصغير بنعمل نفس الحاجات لما بتيجي فرصة يعني. بس قوطة حمراء مكملة الفكرة. طبعا كلاون طبعا الى الابد، يعني هموت وانا كلاون، فيعني دي الحاجة اللي اصلا بتخليني عايز اكمل. انه صراحة يعني ما بقعد اراجع مثلا حاجات واشوف صور الجمهور، انا بالنسبة لي هو ده المكسب الحقيقي، يعني انه النظرات بتاعتهم، انه لما بيجي لك حد مثلا بعد العرض ويجي يشكرك لانك جيت وبسطت الناس، دي بالنسبة لي هو ده دي غاية اصلا، وبتبقى بدون مقابل. طبعا هو بيقول ده المكسب بتاعي، بيقول انا مش انا فاهم. لا بس انا بتكلم على فكره ان انت الناس اللي بتبقى واقفه دي هي الحضور من يعني خلاص، انا وانا ماشي في الشارع لقيت حد بيعمل شو معين، رحت واقف انا واولادي او انا وزوجتي او اي حد انا ماشي معاه واصحابي او ايا كان مين، واتلمينا حواليكوا وعملنا لكم زي مسرح يعني. انتوا الدوريه اتنصبت خلاص وانتوا بقى مادين ادوار مختلفه، وبيبقى في ارتجال ولا بيبقى في سكريبت معين بتبقوا ماشيين عليه؟ لا طبعا في حدوته، يعني في الاخر انت بتحكي حدوته في الشارع، بس بتحكيها ازاي هو ده اللي ممكن يتغير طول الوقت. في استنباط طبعا، يعني في بنلعب مزيكا، بنرقص، بنغني، في حاجات معروفه بس مكانها فين ما بيبقاش معروف، الجمهور هو اللي بياخدك. ممكن تلاقي جمهور متحمس جدا فتغني اغنيه واثنين وثلاثه، ممكن جمهور مش زهقان فقشطه هترقص مش هتغني او هتعمل موقف لذيذ، فعلى حسب الحاله وعلى حسب الجمهور اللي احنا رايحينه. لانه ساعات مثلا مش بس في الشارع، يعني ساعات بنخش مثلا بنروح، يعني من اكتر مثلا الاماكن اللي انا حبيتها جدا ولغايه النهارده انا بتمنى لو عندي وقت اعمل كل اسبوع، مش كل بقى شهر، لا كل اسبوع اروح، هو الاصلاحيه السجن للاطفال. ده بالنسبه لي اللي هو احنا بنروح لهم، طبعا هم من اصعب الاماكن اللي ممكن اي فنان يشتغل فيها، بس من اهم الاماكن، لانه بالنسبه لي لانه الحاجات اللي بنشوفها بقى ردود افعال الاطفال، ولانه اشتغلت كمان معاهم ورش، هم محتاجين فرصه. وهي دي الفرصه، انه يشوف حاجه جديده، حاجة تانية غير اللي هو متعود عليها، يمكن دماغه تلقط في حتة ويفكر انه الله انا عايز اكون كده. فسلوكه يتغير، فيكون حد فعلا الوقت اللي قضاه في المكان ده كان نافع وكان مفيد وكان مهم. ربنا يبارك لك. ده حقيقي والله، يعني عمل حقيقة. لي يعني بعيدا عن الاهداف الفنية بتاعته اللي بتفيدك انت كمؤدي او كممثل فيه،
ليه هدف نبيل جدا جدا لله. يعني انت بترجع للمجتمع جزء من يعني العرفان من ناحيتك، يعني ان انت طبعا جزء من المجتمع وانت بتستفيد منه، على قد ما انت بتستفيد منه بتحاول ترد له اللي يستحقه منك، فدي حاجة طبعا تشكر عليها انت والفريق بتاعك كله، طبعا فريق وتحمرة والفكرة نفسها، وقد انت لسه مثابر ولسه عايز تكمل الموضوع ده. انت بتقول حتى لو ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمك وتتصدر الافيشات في السينمات كلها والمسلسلات في الفترات اللي جاية، انت حابب برضو تفضل مكمل ده يفضل معاك. بالضبط بالضبط جدا، ده يعني حلم اني افضل كده طول عمري بعمل الشغل ده، اللي هو انا عارف قيمته كويس جدا وعارف انه قد ايه بيغير وقد ايه انه غيرنا انا. يعني الحمد لله انا دايما طول الوقت اصلا يعني الجملة اللي انا مشهور بيها هي الفن منجي. في الاخر الفن بينجينا من حاجات كتير جدا 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 جدا، وكل واحد بطريقته في الاخر، كل واحد بيلاقي الطريقة المريحة والمناسبة لي. انا عن نفسي يعني لقيت نجاتي في الفن، يعني انا سلامتي النفسية بتتحقق كده مع لما بكون بشتغل حاجة انا بحبها وبعمل حاجة انا مؤمن انها حاجة مفيدة، فالحمد لله يعني. الحمد لله. علي اتكلمنا وجبنا سيرة الاحلام والطموحات، مين الفنان او الفنانين اللي بتحلم ان انت تقف قدامهم في الفترة الجاية ان شاء الله؟ يعني ده سؤال طبعا مش يعني مش سوري متأسف انا مش في محله خالص يعني. ليه؟ لا 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 محله طبعا. فنانين كتير يعني في الاخر كلهم ناس جميلة، بس حاسة انه بيبقى في حد كده انت بالنسبة لك يعني طبعا فنانة منى زكي حلم وتحقق اكيد طبعا، وانت ما كنتش متوقعه. انا هقولك على حاجة، انا برضو قصة الاحلام دي بحب احتفظ بيها لنفسي، محبش نظر عن احلامي، خصوصا الاحلام اللي هي شخصيه او شبه ان انا نفسي امثل قصاد مين او اعمل ايه، لانه شويه انا ايه الحاجات لما بحلم بحاجه وما بتحصلش انا ممكن يعني اتكهرب يعني فاهمه، فانا طول الوقت بخلي الحاجات دي لنفسي، لما بتحصل بابريشيت نفسي وابريشيت ان انا حطيت طاقة كبيرة في الحلم ده وانه اتحقق، بس ما بتحصلش طبعا الواحد بيزعل جدا، فمش احسن حاجة ان انا اقول انا نفسي اشتغل مع طيب طبعاً. تعالى نبعد عن الاحلام ونتكلم عن الواقع ونعرف بقى من علي صبحي ايه الخطوات اللي جاية. هل داخل عمل جديد؟ هل في كلام معين برضو ولا مش عايز تتكلم على ولا حلم ولا واقع؟ لا كمان مش متكلم بقى. لا تمام، هو يعني في فيلم ان شاء الله ادعوا لي يعني ان شاء الله. فيلم بقى يا رب ما يكونش مهرجانات يعني، بس هو قصة جميلة جدا جدا وانا حبيبها حبيب الدور جدا، اتمنى يا رب يحصل مع برضو اتنين نجوم يعني اي ممثل في مصر يعني اتمنى يعني مش هتقول لنا اي تفاصيل يعني مش هقول لانه لسه ما فيش حاجات رسمية مفهوم. يعني ولكن مفهوم. احنا لسه في البروسس الاولانية، وانا برضو شخص ما بيحبش يعني تعودت ان انا ما حطش توقعات على اللي جاي عامل ازاي، انا بنبسط برحلتي، انا مبسوط جدا جدا ان انا بكتشف وبتفاجئ بالحاجة، انا مفاجأة كده بيكلمك تليفون ايوه علي انت معانا في الحاجة الله اكبر، فاللي هو انا ده بالنسبة لي احسن بكتير ان انا اقعد اقول انا عندي وعندي وعندي وعندي، انا بتفاجئ انا سايبها على الله يعني سايبها على الله هتيجي هتيجي، انا مؤمن انها انه هتجيلي في وقتها، ايه وقتها بقى انا مش يعني احب اتفاجئ. بالظبط كده، فمفاجآت القدر اظرف بكتير من ان الانسان يقعد يخطط خطوه بخطوه. انا هعمل كده يعني ده ما بقولش ان ده وحش طبعا، تخطيط شيء جميل ومفيد ولكن انا مش شخصيتي، سيبها على ربنا كده وانت على بقى الله. انا مبسوط يعني في الاخر انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها والحمد لله محظوظ جدا جدا ان انا عندي فرصه ان انا اعمل الحاجات اللي انا بحبها طبعا، فانا تمام. لو جت حاجه اكتر بشكر ربنا عليها، ما جاتش حاجه اكتر ما بزعلش، ما بحسش انه ايه ده لا انا ما جاتش ليه، ده مريح بالنسبه لي اكتر انه انا تمام، انا عارف انه انا بجتهد بعمل اللي عليا وانه ربنا كريم جدا 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 جدا، ومعايا انا تحديدا هو اكتر حد كريم معايا هو ربنا يعني، فانا تمام أنا فانا طول الوقت مرضي انه هتيجي في اي لحظة هتاخد السعادة اللي تستحقها وبعدين هترجع بني ادم تاني عادي بيزعل برضو عادي ويعني بتحصل له دروبات وبتاعه تمام وهتقوم وهتكمل وكذا، يعني انا بحب ابقى بني ادم طبيعي يعني عادي.
علي والله اتبسطنا معاك جدا النهارده، ويعني تشرفنا ان انت معانا لاول مره في نجومه في ام، وكان نفسنا الحوار يطول اكتر من كده، يعني القعده ما بنشبعش منك والله. والله انتوا كمان والله يا جماعه بجد يعني شكرا جدا انكم استضفتوني، يعني شرف لينا والله علي. نجوم اف ام يعني حاجه كده تاريخ، وانه الانسان يكون معاكم يعني بصراحه شرف كبير. احنا اللي اتشرفنا بيك حقيقي والله، واستمتعنا جدا جدا، واكيد اكيد كل الناس اللي كانت بتسمع الحلقه دي استمتعوا زينا بالظبط. ونتمنى ان شاء الله ان انت تنورنا اكيد في حلقات تانية كتير بعد اي عمل ينزل، واكيد متاكدين انه هيكسر الدنيا زي تحت الوصايا. ولكن بقى للاسف يا جماعه وقتنا انتهى، ولكن كلامنا ما بينتهيش، لاننا بنكون موجودين مع حضراتكم كل يوم من الاحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دايما هنسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد، وهنقابلكم بكره في حلقه جديده ويوم جديد، وصباحكم زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.